قناة الدراما المغربية. ما غاديش نقول لك با، جريتي ورا الطمع وجراتك اللهفة ونسيتي مراتك وولادك، وكان غنقول لك با نسيتي راسك وتتجري بالليل وبالنهار تابع وسخدني ما عرفتش شنو بغيتي دير. باراك راه درتي كلشي، كبرتينا تبارك الله، وحنا غاديين مع الزمان تيصاوب الله. ونجات وما نجات با، ما تعديتش عليها، ما ضيعتهاش، ما بعتهاش. ودي اختك عدى الحق، انا ما كنسواش، انا ظالم. وني دي وليدي واحد القضية نقولها لك، ديرها في بالكم انت وخوتك، راه عمر الوالدين ما يكرهوا ولادهم. شتي الكبدة ديال البنات ما شناهي، راه هي الولاد، وتا واحد ما يقد يكره كبدته واخا يطرى اللي يطرى. اي انا غلطت، انا ماشي ما غلطتش، غلطت واني رانا بشارة ولدي، وتا واحد ما كامل ما مكمول من غير سيد النبي. مسافر شتي انا واخا تشوفني هكا، انا راجل بيبيض، والهم اللي عندي في هالدنيا واللي مساد لي مخي وشاطني هما التومه، وهادشي اللي كندير راه ليكم التومه. وان وليدي تا واحد ما صابك يبغاها، معليش مصطفى، معليش. السلام عليكم بو جمعة. خويا راني عييت، عييت ما نقلب عليك في القهوة، راني عييت ابو جمعة. علاش تقلب عليا خويا في القهوة؟ واش بيني وبينك مشارك انا وياك تسالني شي حاجة؟ اخويا ابو جمعة راه خصنا نجلسو نفكو عينات الحريرة اللي بيناتنا ابو جمعة. جلس اسيدي، شكون اللي حبسك؟ يلا جلس. ودي ابو جمعة بان فيا ما يجلس، راني مشطون ابو جمعة، حتى القضية وصلت المحكمة ابو جمعة. واسيدي توصل فين ما بغات اسي، مالي انا؟ علاش كتقول لي فهادشي؟ انا وياك في الزبلة بجوج، انت مجرم وانا مجرم. الله يخليك ابو جمعه، ما تقولش انا مجرم، الله يخليك ابو جمعه. انا مجرم، انت اكبر مجرم في الدنيا، وانا راه توصل للمحكمه ولا توصل فين بغيت، انا راه ما انا قاضي، ما انا كوميسير، ما انا حتى حاجه. اسمح لي ابو جمعه، واش هذا المحامي غنديرو بوحدي ابو جمعه؟ سيدي دبر راسك ساعي، يلا ولي. ابو جمعه على خويا واحد القهوة كحلة. تلاقيت مع نعيمة. شكون هاد نعيمة؟ نعيمة اللي كانت شريكة الحاج موسى. مالا اش بغات؟ عرفت ما فهمتش انايا، بحال بغات نخدم معاها. اش ندير معاها؟ شطح بالصينيه فوق راسك؟ السهرات اللي كدير تسخن لها الطعرج. خويا نكذب عليك، انا فتا قالت لي نخدم معاها نخدم معاها، اش كندير دابا؟ كنتشمش. هادي مش عاد كتفكر فيها، اخير تخدم مع مجيد واش غتبقى غير جالس؟ وزيدون هي اللي عيطت لك، مالك؟ هذاك الشيء كيبان لي صافي. توكل على الله، توكل على الله، بركة من الكلاص، راه غادي تعيا بالكلاص اخاي. ما يمكن غير غنتغدى وندوز عندها صافي، في اللي رد عليك الاخبار. اش كندير انا دابا؟ او وانا وليد ما كنقدر باقي نشوف ليه في وجهه. استاذ سي مراد بغى يشوفك.
تفضل سي مراد. العفو. تفضل. اهلا وسهلا. بخير. تفضل. شكرا. ايه الحمد لله. وطيبه. اللي انت بخير. الحمد. كريمه الله يخليك داك الملف ديال السي مراد. قضية فين وصلت؟ واش غادي نقول لك؟ المحكمة ما غادي تعرفش. أنت كتحمل المسؤولية أكثر منه. راك مراقب، استغليت الوظيفة ديالك من أجل مصلحة شخصية. أنا ما قلتش لا أستاذ. ولكن أستاذ ما كرهتش دير لي شي فجوة من نسلك أستاذ. وحتى سميتو، حتى بوجمع. أنت هو تحمل معي المسؤولية أستاذ. لا 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 اسمح لي، قضية راه ما فيهاش فجوات. جميع ديال وسائل الاثبات راه ضدك، ولكن ما كاين باس، حنا غادي نعملوا جميع الوسائل باش نحاولوا نقنعوا المحكمه بالظروف اللي دفعتك لهذا الشيء، ولكن ما تخافش ان شاء الله غادي يكون الحكم في الصالح ديالك. ايوا نتمنى يكون الخير استاذ. والقضيه ديال ميلودا استاذ شنو درتي فيها؟ بالنسبه للاخ ديالك راه عنده سوابق، راني ملي طلعت على الملف ديالو لقيت على انه ماشي معقول انه يصطم الناس ويهرب. ودي قبح الله الخمر استاذ. حتى هو غادي نحاول نتمسوا له الاعضاء ونشوفوا شنو هي الظروف ديال التخفيف اللي يمكن للمحكمه تستجب لها. شكرا استاذ. بارك الله فيك. شكرا لك. الله ما يكون غير خير. الله يطلع السلام. زادني هم ميلود ومراد. اش غادي نقول ليك؟ زيد كب فرغ عمر، انتش خاسر. المصيبة هي ديالي يا مولاي الشلال. قضية في شيشكا ما عرفت ما نديرها جميلة. شنو القضية ياك لاباس؟ البارح ضربت التليفون لخوتي باش نطمئن عليهم. مراد قال لي بلي ميلود. من ميلود؟ دخل الحبس. يا لطيف يا لطيف علاش؟ عاوتاني نضرب واحد الطوموبيل وهرب. إيوا؟ وقال لي ضروري خصك تجي. وحتى هو عنده مشكل. حتى مراد. أش غادي ندير ربي؟ حنا هكذا. سلالة مسلسلة بالمشاكل. عندك ما دير، غادي تمشي تشوف خوتك وتوقف معاهم، هذا هو. داكشي اللي غندير نيت. الحمد لله وليدي، الحمد لله، لا ما قسم الله. جاب الله مرحبا بها. شوف أبا، ما تضرب حسبة. اللي تقالت عليك خففت علينا. ما تفكر أنت دابا في حتى شي حاجة. ها وليدي السعيد رانا ما نصيبش وليدي، كي ندير تا ما نفكرش،
كندير ثمن فكرش اوليدي وانا وحدي. سدت عليا البيبان من كل جهه اوليدي. نهار هذا هو المشكل ديالك ابا. دير بحال ما عندك ولاد. يا بالصيف ما تحس براسك كتجري وحدك. امك وكنتي كتشاورنا وتشاركنا في همك وفي خدمتك ها وتقول لنا ها اللي تصلح ها اللي ما تصلحش. نهار با غادي توقف علينا غادي تلقانا حداك في جنبك نعاونوك. ما كاين بس ما كاين بس الحمد لله. اللهم لك الحمد. ما كاين بس الله يرحم والدينا وصافي. امين. الله يجدد عليهم الراحه ما في هذه الليله. وليدي سعيد جيلنا راه ما هوش كيجي لكم. لكن الحمد لله الحمد لله على لطف الله. نوض اوليدي نوض سير تقضي حاجه نوض نوض الله يعاونك نوض عسير. وانت ما عندكش يا خالد. يا ودي الله يهديك. اه سعيد راه ما فيك طمعيه وليدي عسير. الله يهديك سعيد. الله يرضي عليك وليدي. الله يفرشك بالرضا ويغطيك به. الله يعاونك وليدي. شحال من الحجارة تحولت يوم الحاج؟ شحال غتربح من متر وشحال؟ شبر وباس زايدها باغي تبني في الارض ديال عباد الله. لا فؤاد ترانا شاري. ما شاريش الحاج. عندك عقد وعد غير وعد ماشي عقد بيع. اييه يا تقول لي مسوق الاخبار مشيتي بعدا عمرتي راسك بالخبرات عاد جيتي. اي يا سيدي راني يلاه جاي من عندهم. راك نوضتي العافيه الحاج غادي تشعل فينا وتشعل في ناس اخرين. اشنو بغيتي انت؟ بغيتك تبرع بغيتك توسع. اسيدي انا ما بغيت والو انا بغيت الهنا. شي لا هنيتي انت غنكون انا بخير. اوه شفتك بحالي كتهدد فيا. الحاج الحاج الله يهديك نعال الشيطان. راه كاين غير الله والموت. سير عند دوك الناس عطيهم رزقهم وعطيهم المسائل ديالهم بلا صداع بلا مشاكل. شتي دوك الملفات ديالكم انتوما الخاويه راه هي باش معمرين المحاكم. ونعال الشيطان الحاج. واخا هو دابا نصحني اش ندير انا وبوجمع.
نوض لك هنا نشك يا ده. ها؟ نوض لك هنا نشك. انا نسمعك ماشي. نوض. اجي. حط عليا لك شينا. وانت معايا البيت. حط. شفت مبادئ زيان وهاد الكراش كلها يخلصوا ها واش منو دايب كادر بعدا تما الحياه كلها شي انت تخلصك راسك وزن فمك كيفاش يسم فمه كيفاش يسم فمه كيفاش ما عندوش الحق يهضر شتي هذا خوك الصغير عنده العقل عليك انت انت سيدي اللي وليتي حاسس براسك وكتجمع ليا في الفلوس ودرتي بهم داكشي اللي غادي تبغي وزيدون إذا ما كانش عاجبك الحال رجع ليا أنا ما عندي ما ندير بك اجمع عليا شطيطك ماشي تالي كتصرف علينا وشري ليا الطوموبيل ولا حتى الصاروخ اخويا ميلاد واش انت صاحبي كل شهر ولا شهرين كتقتل شي واحد ولا كتعطبه بصحته هادشي راه بزاف اصاحبي شي نهار غتغرق ولا ما قاد على سوقان وبدل الحرفه ها اش اش ناهي اش ناهي يقول خوك ادوي ليا مع خوك اش كيقول ليا ادوي ليا مع خوك اش كيقول نبدل الحرفه ايوا سيدي هذيك الحرفه اللي ما عجباكش راها بها باش كبرتكم باش ربيتكم باش علمتكم وباش رجعتوا لجاي We'll be right back.
ونجات فين مشات الحاجة؟ ونجات وليدي في دار باها. ونجوى بنتي؟ داتها معاها. ميمكنش تعطيني شي تليفون ولا العنوان اتصل بيهم؟ تسنى نجيب لك التليفون واتصل بيهم. بارك الله فيك لاله. ما كاين مشكل. شوف امجيت انا دابا غادي نجي كوت. انت دابا دخلتي عندي للدار شفتي اش كاين ياك؟ الصراحه انا باغياك تخدم معايا، باغيه زعما شي واحد يكون هكا بحالك خفيف لبيب محتاجه ليه يقابل ليا ويستقبل معايا الكليان. واه قلت انا كنعرف اختك نجات، ما فيك انت واش ظهر لك؟ واش نقول لك اختي نعيمه؟ دابا انت كتعرفي الحاله كي دايره، انا ما كنقلب على شي خدمه نستقر فيها وصافي. غير وكان شوف انا معايا ما تهز هم، ما يكون غير خاطرك. اشرب لي هذاك الليمون. الحاج بلا ما تعصب غادي نهضر انا وياك غير بالعقل. العقل انا راه ما خصني شيء العقل معك، خصني معك العقل ونزيد حتى الخشيبات باش نتفاهم انا وياك. المهم راني تلاقيت مع ابو جمعه، تذكرنا وتفاهم. تلاقيتي معاه ولا مشيتي لعندو؟ الحاج بحال بحال مشيت عندو تلاقينا بحال بحال. المهم هو اننا جلسنا وتذكرنا وخرجنا بنتيجه. لا 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 ايوا انا عارف هذيك النتيجه اللي غادي تجيب ليا، عارفها مسبقا. وزيدون هذاك ابو جمعه انا كنعرفو كيف كنعرف صبع يدي. هاد الهضره اللي غتقول لي رانا مبدعين ما قبلهاش. خليني يا بلهاج نهضر بعدا، خليني ندويك وسمع عاد حكمتها ديما فيك هاد الزربه هادي. اسمع بعدا اش غادي نقول لك وديك الساعه دوي. قول اسيدي. خصك تعرف بلي داك ابو جمعه راه من النوع اللي كيفضل يمشي للحبس وما يعطيك حتى ريال. ايوا هاد اللي قلنا. المهم خليني من هادشي كامل، السيد تفاهمت معاه ومستعد اسيدي يعطيك النص، قال لك بلا صداع بلا مشاكل بلا محاكم، اش كتقول؟ النص؟ ايه. شنو غادي ندير انا بالنص؟ هذاك النص يخليه عنده. انا خاصني فلوسي كلهم كاملين ويحطهم طنان قال النص زيان وزيدون. انا ما تيهمونيش اول الفلوس، فلوس انا ما عندي بهم غرض، انا اللي تيهمني هو نربي هذاك ابو جمعه، نتربيه نعلموه كيفاش يبدا يولي طاول على سيادو. ايوا سيدي قال لك اللي غلب يعف. داك ابو جمعه اللي كنت كتعرف مشى تشوفو دابا تبكي ولا كيقطع في القلب. الله الله بقى فيك قلبك هشيش يا وليدي. تفاهم مع السيد، خذ النص بلا مشاكل بلا صداع بلا محاكم، الله يهديك. الحاج الا كنت عزيز عندك وكيف ما كتقول كنت كتبغيني بزاف، خذ المسائل ديالك وبارك علينا من الصباح. انت مالك كتبدا تدوي معايا هكا؟ مالك مالك كتهضر معايا بهذا الاسلوب باش تعثر فيا؟ مالك دابا صافي تفاهمنا. ويحضر الله يحضر الله، سير دابا نشوفو واش قالنا. اش وقع؟ كي داير انت بعدا؟ لا انا ما تخممش عليا. وميلود؟ ما تخافش على ميلود، غير كون هاني. البارح كما بتي في الدار فين بتي؟ انا كنت عند واحد السيد صاحبي. ميلود كتشوف ولا ما كتشوفوش؟ راه دوز الجلسه حكموا عليه بست شهور وراس تامر. الله يهديه ولا في ضرب بنادم يقدم ويزيد. ايوا راك عارف. وانت اشنو اخبارك؟ شفتي بنتك ولا مازال؟ خلي على الله وصافي. Thank you.
الو نجات، بغيت نشوف بنتي نجوى. شوفي انا في جدل حدا الساحه. شحال ديال الوقت تقريبا؟ ربع ساعه. واخا بارك الله فيك، شكرا. بقى نجات هي نجات. جيتك ما تبدلتش شويه، لاباس عليك بعدا؟ الحمد لله. وانت ولفتي داك الخلا فين عايش؟ شويه وخلاص، الانسان ما كيخممش، كيدير عقب راسو، والضحيه هما الولاد. الغلطه ديالنا بجوج رضوان. انا كنت غادي في الطريق، كانت تخرج عليا. الحمد لله اللي كاينه نجيو. واش ناوية ديري؟ غنرجع عند الحاجة رابحة ونربي بنتي. المهم الا احتاجتي شي حاجة انا موجود، واخا الامكانيات قليلة. ونجوى بنتي راني مرة غنجي نشوفها في العطلة. ولا تشرح يجيك مليح، علاش ما تجيش عندي انت ونجوى وتفوجوا شويه الشلالات الا بغيتي؟ ان شاء الله. نجوى انا غادي نبيع الدويريه ونمشي ندبر على بيت في السطح. ويلي بيت في السطح؟ لا حنا مالنا ولينا دجاج؟ لا خويا انا مولفين التواسع. هذا جهدي يا لاله، لا بغيتي التواسع سيري للخلا وسكري بحال ما مغوله. ويلي ابو جمع شوما عليك، هادشي اللي سويت عندك. ويلي واش انا كنقول لك المحكمه غادي تحكم عليا نرجع الفلوس لبوعزة؟ والتيشيرات تشرط عليا، انت راك هبيلتي. كل ما جاب الله احمد ولد بوغله لو وقف معايا فقادي تجي لي العساس كرنا وتجي كمرتي عمرك لا بقيتي شتيها. تواسع وقف معاك مسكين، والله الا وقف معاك وقفه ديال الرجاله ختم بك عام هذا. الله يسمح لي يا وسام. كنت عاط عليه هذه نقلة طيبة ولد الناس. كلية علاش ما تديرش واحد القضية؟ بيع خويا الطوموبيل وخلي لينا مواحينا. الطوموبيل بعدا قضي الفلوس. في الطوموبيل اش تجيب؟ اش تجيب؟ اش جابيت فيها؟ سمعت البيع والشراء. ها؟ اش غاتبيعوا؟ ربك بغيت تبيع الدويرة وخلينا خلا. قلت لي بيع طوموبيل حسن. طوموبيل شحال غتجيب هاد الطوموبيل؟ هما الطوموبيلات غير مليوحين تحت ما بغاهم. طوموبيل خلي امك خليها، اللي بغات تقولها قول لها. واخا ترى هي في الحقيقه راه كنت خاصني نديك انا نبيعك في البطوار. قياس الخير عليا خويا، ماني انا تبعني في البطوار وليت بقره. شترى حتى اللي يدير هاد الشيء، ما ديك الساعه كون خليتي ديك 8 المليون كون راه تحت منا دابا ونفعتنا في هاد المصيبه. صافي صافي بركه من نقوير بركه. خلي السيد يبيع الدار ويفك الحريره اللي عنده، بغيتي يحصل؟ يا زغرتي علاش غنزغر؟ تدربيها بتزغريتها وعلاش؟
يا ولدك دار عقله. ايوه ها ولدك دار عقله شتي ها هو رضى عليا ترك ما درتي لا عقلك لا مولاي وبوي حتى حاجه ما درتيها. كيفاش زعما؟ واش هذا اللي ما بغى يشد طريق واذا اللي خيط في الزناقي ورقع في الدرو ما عندوش عقل؟ رجعنا عاوتاني لهاد الهضره رجعنا النقير كاع ما بغينا نفضوا من هاد الهضره عاوتاني. انا انت غتشوف شوف العجب ان شاء الله. اش غايشوف؟ لقيتي شي خدمه؟ الخدمه هي اللي لقاتني. ربي يا ربي خليني نمشي نشوف عشايا راني راده دابا يحن علينا ربك يا ربي تحن علينا وتفكنا من هذه المصيبه. ارجع يا ماكي شايله تهلا فراسك اخويا مراد كل شيء غادي يتقاد. دير بنادم واعر خويا غير انت كون صافي مع نفسك صفي شرب شكوا في التفلسف والنسائي ياك ما بغيت تطبق عليه الدرس 25 ياك ما قريب تموت. الموت علينا حق. واش غيوقع كاع الى مت؟ والو عليك السلام اخويا. السلام عليكم. السلام تهلا فراسك لك ما خصك والو؟ لا ما خصني شيء. الله يعاون. عندك نسى ميلود راه غادي كيوصل مسكين هار الله يعاون. ما تذكر انا خير لها سلامة. ودابا الاخوان اللي عطى الله واللي غادي نقد عليه انا قلت لكم دابا انا كنحملكم نتوما مسؤوليه ديال التصويت. الا شفتوني كنصلح لكم وانتخبتيو عليا راه انا اللي غادي نكون الخدام ديالكم والا ما انتخبتوش عليا داري راه مفتوحه لكم وهادشي اللي عطى الله والله يعاونكم. ولدي فؤاد علاش مصيفط عليا؟ اش بغيتي ياك لاباس؟ لا والو باس الحاج. قول لي من كتجمع هاد الفلوس؟ ولاش كتجمع هاد الفلوس؟ وعلى من كتجري؟ كنجمعهم لراسي ليك انت العائلة ديالنا لدوير الزمان للمستقبل. لو اسمح لي نقول لك الحاج بلي الناس ولاو كلهم ضدك الخدامة دار الدبابة والفلاحة كل شيء ولا ضدك الحاج. ها كاع هادو ما بقاوش يحملوا فيا الشعر واخيلا حتى انت راك ما كنتش كتحل مني. حاشا انا ماشي ضدك انا بغيتك با ترتاح بغيتك تعطي الراحة لراسك خذ الحاجة وسير سافر انت وياه سير وخرجوا لبرا سير تفجج وبركة من الرشوة وبركة من دهن السير يسير ونسى عليا القبة ولا العتبة عطي الراحة لراسك الحاج راك كبرتي وعيتي. هي يا وليدي فؤاد كبرتي وليدي كتنصحني اسمع نقول لك اليوم في هذا الزمان عندك الفلوس تسوى ما عندكش ما تسواش وهاد النصائح اللي كتنصحني بها انصح بها راسك وشوف في المستقبل واش غادا تنفعك. الله يهنيك الحاج الحاج تفضل.
السلام عليكم نعم ديالك اودي شكون غير نعم سي دابا مشيت للبيرو قالوا لي راه سعد الرئيس راه قال لك خصك تمشي للبيرو الاخر ونعم سي انا راه تعرف مزيان راه ماشي خدمتي هذيك اللي صيفطتيني ليها دابا دابا تعلم وانت تبارك الله عليك مدرب قول لي قالوا لي بلي بديتي كتبني الديور وكتطيحهم على عباد الله وبلا بلا شوف اولدي حنا الاجراءات القانونيه ديالنا راه اتخذناها خاصك تعرف بلي القانون راه ما كيرحم حد ولكن اسمح لي نعم سيدي غير الاجراءات القانونيه ماشي غير عليا بوحدي انا فقط راه بزاف الناس كيديروا هادشي وراك عارف نعم سيدي كلشي اولدي انا ماشي شغلي اللي دارت منك يستاهل العقوبة وانت وصلت النوبة باش تودي غادي تودي ما عندك زهر اش بغيت ندير لك كاين اللي كيسرق طول حياته هو كيضل يخطف ويجمع وينهب ويزور ويطلع ويطرقى كاع وكاين اللي مسخوط الوالدين بحالك انت بحالك انت بحالك انت نهار كيشد الدرهم ديال الرشوة كيحصل وانت دابا حصلتي اش بغيت ندير لك النوبة نعم سيدي اسمح لي راك عارف نعم سيدي راك نجري على خوتي ولا كلشي شوف كيفاش كدير نعم سيدي الله يرحمك الوالدين نعم سيدي وانا ما عندي ما ندير لك الله يرحمك الوالدين نعم سيدي غير ما عندي ما ندير لك راك تعرف بانك خارق القانون الله يهنيك قلت لك اوليدي خصك تحترم نفسك لانك شفار عندك الحق عندك الحق انا شفار ولكن اسمح لي نعم سيدي نقول لك واحد القضيه انت هو الشفار الكبير علاش كل اللي كيضل ينهب عباد الله وياخذ فلوس عباد الله من غيرك انت شاد الكرسي اللي جالس عليه باش خديتي باش غير فلوس عباد الله انت هو الشفار الكبير برا برا راك مطرود واللي يكون في علمك بانك غدوز في مجلس تاديبي اسمع لي نقول لك انا حاجه واحده شري ما عنده سيدو ما عنده لا قلت لك برا